اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو من كتب .com. والفيديو النهارده عن ايه هم احسن 3 كتب انا قريتهم السنه دي، فهنتكلم عليهم بالتفصيل. ما ينفعش طبعا بالتفصيل بالتفصيل وفي نفس الوقت بطريقه مختصره علشان الفيديو ما يكونش وقته يعني طويل جدا، وهحط روابط الكتب ديت كلها في الشرح لو حد عايز يشتريهم من امازون، فهيبقى عمل استثمار حلو جدا في نفسه. اول كتاب اسمه تولز اوف تايتنز، بصراحه انا ما قريتوش بس سنه 2020. الكتاب ده انا جايبه من سنه 2017 وقريته فعلا كله، بس سلفته لحد وضيعه فاشتريته تاني يعني السنه دي وقريته تاني السنه دي. وكل ما بقراه كل ما بكتشف فيه حاجات جديده، يعني كل ما بتلاقي معلومات انت ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. كتاب من احلى مما تتخيل. الكتاب كان متقسم ل3 اجزاء. المؤلف بتاع الكتاب اللي هو اسمه تيم فيرس كان راح لناس اللي هم اعلى ناس في المجالات ديت. قسم اول جزء من الكتاب حاجة اسمها هيلث، يعني الصحة. راح لاعظم المدربين في العالم، اعظم الرياضيين في العالم، بياخد منهم نصايح وبياخد منهم تيبس. ودوت اول جزء في الكتاب كان اسمه هيلث. كل شابتر من الجزء الاولاني دوت كان انترفيو، وكان مقابلة مع مدرب معين او مع رياضي معين، طبعا ناس من التوب في المجال دوت. الجزء الثاني من الكتاب كانت حاجه اسمها ويلث، او ويلث يعني ثروه، او يعني بيتكلم عن الفلوس يعني. فدوت كان المقابله مع احسن ناس في البيزنس، احسن ناس بتعمل فلوس يعني من الاخر. فخد منهم برده كل التبس وكل النصايح في الانترفيوز بتاعتهم في المقابلات بتاعتهم، وحطها في الشابتر بتاع الكتاب دوت. والجزء الثالث من الكتاب اللي هو كان اسمه ويزدم، ويزدم يعني حكمه، او يعني كان الانترفيو ساعتها والمقابلات ساعتها كانت مثلا مع دكاتره، بروفيسورز، مؤلفين كتب، الناس ديت. وطبعا ياخد منهم المفيد ويعملوا كانترفيوز، كل شابتر عباره عن انترفيو مع حد من الناس ديت. فانت مش متخيل كميه الفوائد اللي انت ممكن تاخدها من الكتاب دوت بجد. يعني اكتر كتاب انا فعلا استفدت منه في حياتي، وما زال لغايه دلوقتي بستفيد منه، وما زال لغايه دلوقتي في حاجات ممكن استفيد منها بعدين. يعني انت هتلاقي طبعا انترفيو مع اكتر من 120 واحد مش هتتفق مع الناس كلها. في حاجات ممكن تجربها دلوقتي على طول، في حاجات يعني ممكن تفكر ان انت تجربها قريب، في حاجات بالنسبه لك هتحس ان هي غبيه مش هتجربها عادي، كل واحد بيبقى على حسب. بس لما ترجع للكتاب تاني، الحاجه اللي انت كنت فاكر ان الحاجه ديت غبيه ممكن تلاقي لا ده وقت ان انا اجرب فيه الحاجه اللي انا ما كنتش عايز اجربها زمان. فعشان كده الكتاب ده لازم تقراه اكتر من مره يكون عندك على طول. الكتاب اللي بعده كان اسمه لوز اوف هيومن نيتشر بتاع احسن كاتب انا بحبه برضو، اللي هو روبرتس جرين. انا قريت الكتب بتاعته كلها من غير مبالغه، هو ما عملش كتب كتير عموما، وعمل بس بتاع 5 او 6 كتب، انا قريتهم كلهم. اشهرهم طبعا واللي هو اول كتاب عمله في حياته اللي هو 48 لوز اوف باور، ده اكتر كتاب اتشهر بيه، وده اكتر كتاب نجح، واكتر كتاب كان فعلا كسر بيه الدنيا. يعني ده الكتاب كان مشهور جدا، ومفيش سياسي ناجح او واحد في البيزنس ناجح او واحد من التوب ما قراش الكتاب دوت اللي هو 48 لوز اوف باور. فممكن تبدا برضو بالكتاب ده، بس احنا بنتكلم عن كتب الجديده. فالكتاب الجديد بتاعه السنه دي اللي هو لوز اوف هيومن نيتشر ده برضو من اروع مما تتخيل. بيتكلم ازاي ان انت تفهم النفس البشريه ديت، او ازاي ان انت تفهم طبيعه البشر عموما عامله ازاي، ازاي ان انت تفهم اللي قدامك دوت هو نيته منك عامله ازاي. هل الراجل دوت او الشخص دوت هل هو عايز مصلحتك ولا هو عايز يأذيك، هو بيقرب منك ليه، ازاي تعرف من الابتسامه بتاعته بيبقى فيه خطوط معينه كده في الوش. لما حد بيبتسم هو بيبتسم فعلا علشان هو مبسوط ان هو معاك، ولا الابتسامه ديت فيك مصطنعه، ولا بيبقى ايه الموضوع دوت. فبيشرح حاجات، بيشرح تفاصيل في الكتاب دوت من اهم مما تتخيل. هتوفر عليك طبعا حاجات كتيره جدا، هتوفر عليك علاقات سامة كتير انت ممكن تتجنبها قبل ما العلاقة دي تتكون ويبقى الوقت اتأخر. ففعلا هتتعلم حاجات كتيرة جدا بالنسبة للبادي لانجويج، بالنسبة ان انت ازاي تحلل فعلا اللي قدامك وتلاحظ عليه كل حاجة. فكل حاجة بتشرح في الكتاب ده بالتفصيل. الكتاب اللي بعده اسمه Stretch to Win، ودوت احلى معلومات انا جبتها في حياتي عن الستريتشنج او عن الاطالة، ازاي ان انت تعمل اطالة صح، سواء قبل التمرين سواء بعد التمرين سواء كل يوم، ازاي ان انت تعمل اطالة صح، وازاي تاخد بالك من نقط ضعفك، ايه الحاجات اللي في جسمك اللي هي ضعيفة، او ايه الحاجات اللي في جسمك اللي هي فيها ستيفنس او ما فيهاش مرونة كفاية، فبالتالي تصلح الحاجات ديت. بتلاقي ساعتها ان الاداء بتاعك بيتغير 360 درجة، شكل جسمك او البوستشر بتاعك بتلاقيه اتفرد اكتر،
الاداء بتاعك في التمرين بيكون احسن بكتير، والريتس او فرصه الاصابات بتكون اقل بكتير جدا. والشخصين اللي عملوا الكتاب دوت هو اتنين مؤلفين، مش مؤلف واحد. فالاتنين اللي عملوا الكتاب دوت يعني اشتغلوا مع فرق كتيره جدا جدا، رياضات مختلفه، سواء رياضات بتعتمد على التحمل او رياضات بتعتمد على القوه زي مثلا امريكان فوتبول او الحاجات ديت. واي فريق بيشتغلوا معاه بيحصل الموضوع دوت ان الاداء بتاعهم بيزيد والاصابات بتقل بصوره ملحوظه جدا جدا. في فرق كتير الاصابات فيها قلت اكتر من 50% لما طبقوا الحاجات اللي موجوده في الكتاب دوت. الكتاب الرابع والكتاب اللي بعده دوت بونص، احنا قلنا 3 كتب بس يعني ده حاجه زياده برضو، اسمه Living Better with Neurochemistry. دوت كل حاجه عن النيورو ترانسميترز اللي هي العلاقات العصبيه زي السيروتونين اللي هو بيخليك مبسوط او بيخليك مسترخي او الحياه حلوه، زي الدوبامين اللي هو بيخليك متحمس او بيخليك عايز تنجز الحاجه ديت، زي النورادرينالين اللي هو بيدي لك طاقه او انت عايز تتمرن دلوقتي، زي حاجه اسمها جابا اللي بتخليك عايز تنام او المفروض ان هي بتبقى كويسه بالليل بتبقى عايز تنام، زي الاسيتيلكولين اللي هو مسؤول عن الانتباه، مسؤول عن التوافق بين عضلاتك وبين مخك، التوافق العضلي العصبي والحاجات ديت. فالكتاب دوت من اروع مما تتخيل، بيشرح النقلات العصبيه ديت بطريقه بسيطه وبطريقه سهله، وبيقول كل نقل عصبي لو نقص او لو هو مش بيؤدي بالشكل المطلوب بتاعه ايه العلامات اللي تعرف ان الموضوع دوت ناقص عندك. علامات نقص السيروتونين بتبقى عامله ازاي، علامات نقص الدوبامين بتبقى عامله ازاي، علامات نقص اي نقل عصبي من الحاجات دي بتكون عامله ازاي، وازاي ان انت تزودها عن طريق العادات عموما يوميه او عن طريق السبلمنتس او المكملات، وكمان عن طريق الادويه. في ناس هتضطر ان هي تاخد ادويه، طبعا الادويه لازم 100% يكون مع دكتور، ودي اخر حاجه خلاص انت تلجا لها. فالاعشاب او المكملات او الحاجات دي طبعا هيكون ملهاش اي اضرار زي الادويه الثانيه، بس برضو زي ما قلنا كل واحد وعلى حسب الحاله بتاعته، وده مشروح في الكتاب بالتفصيل. فدولت كانوا 4 كتب بصراحه عجبوني السنه دي من الكتب اللي انا قريتها. الرابط بتاعهم هتلاقوه في الشرح، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.